طيب، في جهود كبيرة جدا لوزارة الداخلية خلال الفترة اللي فاتت، واحنا شفناها وتابعناها ويمكن لمسناها بشكل كبير جدا. من نتائج الجهود دي انه نجحت وزارة الداخلية في ضبط كميات كبيرة جدا من السلع الغذائية اللي احتكرها التجار، بالإضافة لضبط كمامات طبية مجهولة المصدر من خلال حملات كبيرة قامت بيها الوزارة في المحافظات من خلال مديريات الأمن خلال 24 ساعة اللي فاتت. تفاصيل أكتر عن الجهود اللي بتقوم بيها وزارة الداخلية في التقرير دلوقتي اللي هنشوفه مع حضراتكم. تواصل وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية للتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول في الأسواق والتصدي للمحتكرين وقضايا غش المستلزمات الطبية، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط نحو 7 أطنان سلع غذائية مختلفة الأنواع لدى مالك مخزن تابع لمحل غير مرخص للسلع الغذائية بالإسكندرية، حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر المتداول في الأسواق، وضبطت المسؤول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة لتجميعه قرابة 33 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بهدف بيعها بالسوق السوداء، كما نجحت في ضبط طن ونصف مقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى مالك مطعم للوجبات الجاهزة بالجيزة. وعلى صعيد ضبط المستلزمات الطبية التي يتم حجبها عن التداول أو التي يتم غشها استغلالا لإقبال المواطنين عليها، تمكنت الإدارة من ضبط نحو 3000 عبوة وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن قفازات يدوية وكمامات طبية جمعها مالك محل للمستلزمات الطبية بالشرقية لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وضبط مالك محل للمستلزمات الطبية لحجبه 15000 قطعة مستلزمات طبية عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من أسعارها. وعلى مستوى محافظة الجيزة تم ضبط مسؤول عن مصنع بدون ترخيص للكمامات وتاجر لقيامهما بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وأمكن ضبط 50000 كمامة طبية ومواد التصنيع. وضبط 3 أشخاص يقومون بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات وبحوزتهم أكثر من 5000 كمامة معدل البيع وأخرى تحت التجهيز ومواد وأدوات التصنيع. وضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية بالبحيرة لحيازة 84000 قرص أدوية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وبذلك بلغ عدد ما تم ضبطه من قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية 1046 قضية. جهود أجهزة وزارة الداخلية امتدت إلى المساهمة الفاعلة في مساندة جهود الدولة للتصدي لمخاطر فيروس كورونا المستجد من خلال حملات أمنية متواصلة تشنها أجهزة الوزارة بهدف متابعة مدى التزام المواطنين بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في هذا الصدد، وفي مقدماتها قرار حظر حركة المواطنين من 7 مساء وحتى 6 صباحا وغلق المحال والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية من 5 مساء حتى 6 صباحا والغلق التام للأندية الرياضية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية وكذلك أماكن الأنشطة التعليمية. ونجحت خلال 24 ساعة في غلق 1084 محالا عاما خالف قرار الغلق وضبط 222 قاضية تداول شيشة وغلق 312 مكانا لأنشطة تعليمية. وسوف تواصل وزارة الداخلية أداء دورها الفاعل للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.